علمياً ما تفسير هذا اللي حصل؟ هل ممكن إنه إنسان فجأة تختفي الدهون والسوائل من وجهه وكأنها كذا تنشفت مرة واحدة بسبب حساسية أو بسبب نفسي أو بسبب ما؟ نعم هذا موجود، هو نادر جداً ولكنه موجود. ولقلة المعلومات المتوافرة لدينا، إحنا رح ناخذ المعلومات من فم البلوجر اللي حكاها، فبالتالي إحنا بنقدر إنه يعني نحاول نشخص حالته، لأنه هو مش أمامي الآن ولا إحنا فحصناه ولا عندنا فحوصات الدم اللي عنده، ولكن هي يعني واحدة من ثلاثة ست، إما اضطرابات عصبية أو اضطرابات عضلية أو رد فعل تحسسي. كيف يعني يا دكتور؟ أول شيء هو يعني ممكن يكون عنده اضطرابات عصبية، بمعنى أنه بصير في عنده ضغط بالأوعية الدموية الموجودة بالوجه، بتضغط على العصب الوجهي وبالتالي بصير في عنده contractions، صار في عنده تجنجات، هو اللي صار في عنده تشنجت العضلات الموجودة عنده فرجعت لورا، فبين أنه هو كبير في السن، هذا اللي صار معه. فهذا نوع من أنواع، طبعا في أنواع كثيرة ولكن بنستثنيها لأنه هذا صار معاه بشكل حاد مش بشكل مزمن.